هو انت مدرسة انجليزي؟ اه. طب كويس عشان I is love you. انت محتاجني بقى. انت شغالة في الاعلانات صح؟ اه. بتأكد بس من حلاوة الكامبين. قديمة بس حلوة. نايس. ممكن تكلمي بابا وتقولي ان انا عايز ابابلو؟ تكابلو يعني؟ عايز تكابلو ولا تكابلو؟ والله كتبت كده. لا مش انا. لا لا ايه؟ هو انا ماليش دعوة. انت جرافيك ديزاينر؟ طيب ممكن اديك نمرتي تعملي لها سيف از جوزي فاينل فاينل 2. ماشي انت عشان فاهم المأساة. انت نفسك تبي ارت دايركتور وتنزلي اون لوكيشن وبتاع؟ اه. انا الصراحه ما شفتش ست بالحلاوه دي قبل كده. بما انك بتمثلي انا عايز اقولك حاجه بس. انت جمالك خطر محتاج له دوبلير. ايه؟ ده احلى رياكشن جالي على انت تمثلي صح؟ اه. انا لو اخرجت لك فيلم خليجي هتكون كل شطاتك من بعيد علشان انا بحبك وايد. يا طيب القلب وينك؟ عرفت؟ حلو. اه. عامل ايه؟ هما الفاولز كانوا A E I O. كان ناقصهم ايه بقى؟ يو. يا حلوة قوي الصراحة. عجبني. هو حاسس ان لا دي من عندك. دي من عندك. نايس. بعدين كده انا عرفت انك شغاله في الماركتنج. انا مش محتاج اكون بفهم في الماركتنج عشان اخد بالي انك شاطره جدا في المجال بتاعك. عارفه ليه؟ عشان انت اول ما اتكلمتي انا اشتريت. انا سامع انك درستي جرافيك ديزاين صح؟ اشتغلتي جرافيك ديزاينر؟ يا ريتني كلاينت عشان تكلميني كل يوم. لا مش بوينت. هو انت برودكشن هاوس؟ اصل اول ما شفتك انا بوست خالص. كل البنات اللي اعرفهم فل بس انت فول مارك. لا لا انت وقفتيها ليه يا بتاعي؟ انا بضحك عشان تعبت. انت فوتوغرافر صح؟ اه. ثانيه واحده بس كده. لا ما اقدرش اتصورك مع حد تاني غير. انت بس كنت جايب الزاويه هنا شويه. انا فوتوغرافر يعني مش كده. اوكي اوكي وايد شويه. تصورت الحته دي. انتي بينتر مش كده؟ وانا لما شفتك البينتر. بس عايزه ايش؟ انا عارف ان انتي كنتي ديزاينر وعايز اقول لك يور ماي تايب. ماشي. انت نفسك تعملي فرنتشر مش كده؟ اه. انت بتحبي الفرنتشر؟ بس انا عمري ما حبيت غيرك صوفا.
او باين انه لا باين انه لا ايه ده هو لا بس انا بضحك بس يعني ايه ده بضحك بس ايه ده ما تضحكي يبقى اخد بوينت يعني لا اضحك او بجد طب ماشي خلاص مش عايزاها خلاص انا هتحايل عليكي هتحايل عليكي اروح اشتري من مفكو حلوان هي اسهم حبك نزلت البورصه اصلا انا شاري وانا ما بحبش البورصه اصلا وانا اساسا ولا انا بحب البورصه انا انفستمنت بانكر مش بروكرج بوتيتو بوتاتو اساسا انا مش هانسر من هنا مش مروح هانسر ممكن تخرجي معايا في ديت مستعد اخدك مسرح ما تحبي لا صحيح الملابسة عالية انتي بتمثلي؟ اه ممكن ما تتحركيش من قدامي مش عايزة ابوظ الراكور دي حلوة الولد مذاكر شاطر شاطر مذاكر فش لا هاجي 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 انتي شغالة بروفيسور في الجامعة صح؟ اه على فكرة لما دخلت على المحاضرة بطلت أشيل هموم وبدأت أشيل مادتك هتيجي هتيجي لا يا يحيى لا يا يحيى لا مش عارفة عشان أفضل أسقط وأشوفك تاني يا ريتنا كنا فونت عشان نقرب الكيرنينج اللي ما بيننا يا لهوي انت بتدرسي انجليزي؟ انت الفا بت انا بحبك قد ايه؟ راحت لحقت وش امي وهي disappointed You're as disappointing as my student بتتقلب الانجليزي بتروشي بقى مدرسة انجليزي وكده انا سمعت انك مصمم الجرافيك مظبوط انا كمان مصمم اتجوزك انا دي البوينت لو اتجوزنا هملى حياتنا وبيتنا كنب بس عمري ما اكون كوشن معاكي هناخد القوة دي غلط تمثلي صح؟ اه ما تيجي نبقى الكابل خطير ونفكس لبوكلوت شرير ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي اتقال لي ده؟ انا اتشتمت دلوقتي ده مين؟ انا سمعت انك رسامة انا مش هرسم عليكي انا الصراحه داخل على جواش اخترتك انتي بالزيت انتي اكيد بتدرسي انجليزي علشان انتي جرامر 14 صح صح